حضرتك معايا بس اصلا مش شايف حاجه، الشير مش واضح عندك؟ الكمبيوتر عندي مهنج. لا هو طيب واضح احنا بس بنحل، التليفون مهنج، اللي بتاع مهنج. طيب يا حبيبي بقول لك احنا بنحل في اسسمنت 19. اول سؤال لو معاك الكتاب يلا. عم اظبط الكمبيوتر مش ساعة حاجة. طب يلا يا مي على ما محمد يظبط الكمبيوتر يلا. اوكي، ايرث ريفولف اراوند ذا سان افري 24 اورز. ترو. ركزي يا مي في السؤال. حوالين الشمس مش حوالين الشمس. لا فولز. طيب Earth revolves around the sun every 24 hours. الشمس بتلف حوالين سوري الأرض بتلف حوالين الشمس كل 24 ساعة. طبعا غلط، بتلف حوالين الشمس every 1 year أو 365 day. طيب يلا يا يوسف. يوسف سمعني؟ يوسف انت فاتح المايك بس مفيش صوت. يوسف طب اقفل المايك وافتحه تاني يا يوسف. واضح ان الميتنج عندك فيه مشكلة. طب اخرج وادخل تاني. بس كده حضرتك سامعني؟ اه سامعاك يوسف. صدق Celestial bodies like planets and moons make their own light. False. طبعا فولس. ال celestial bodies زي ال planets وال moons دي dark objects مظلمة فما بتطلعش اللايت بتاعها بنفسها. تمام يلا يا مي. Okay. Stars closer to the north and south poles move slightly in the sky. يعني ايه؟ stars closer to the north and south poles. الستارز اللي بتبقى قريبة من القطب الشمالي والقطب الجنوبي move slightly in the sky، بتتحرك ببطء في السماء. صح ولا غلط؟ صح. تمام true. يلا يوسف. يوسف نعم يا مس. We see different constellation in winter than in summer because the earth is in another place. ماشي، ممكن نقول ان البوزيشن of earth بيختلف،
أو ممكن نقول due to the Earth's revolution around the sun، بسبب حركة الأرض حوالين الشمس، فده بيسبب لي cycle of seasons، وال season طبعا seasons بتبقى مختلفة، فعشان كده بنشوف constellations في الوينتر مش بنشوفها في السمر، فبيبقى على حسب ال position of the Earth. تمام، شكرا يا يوسف. يلا محمد ناصر. محمد نعم، اتفضل، أول واحدة في كوريكت. ده صفحة خامس بشكة. انت لسه مش حارسه؟ ممكن. ايه السيرفر؟ بالتالي يا محمد بقول لك انت هتبدأ في نعم، الكويستشن 2. مش سامع حاجة. بقول لك يا حبيبي ابدأ كويستشن 2. كويستشن 2 اللي هو correct the underlined word. أول سؤال، يلا. اوكي، constellation constellation consists of a group of planets that form a galaxy. constellation بتتكون من ايه يا محمد؟ ركز. ستارز. stars. constellation consists of a group of stars that form a pattern. طيب يلا يا احمد. طيب شو انت خطوة مثل عشان السباحة؟ احنا في question number 2 في الكوريكت. ماشي، انا بقول انتوا خدتوا ايه عشان ما كنتش معاكم. والله احنا وصلنا لحد ليسن 5 في اخر كونسبت، احنا خلاص فاضل لنا ليسن واحد ونخلص. ماشي، انا واقف لحد ليسن، قصدي عند 4. طيب حلو، ده ليسن 3. يلا ماشي. نمبر كام؟ نمبر 2. every night a new start from west. ثانية، west. ايه يا احمد؟ مولي فريمس. انا مش سامعاك يا احمد، بتقول ايه؟ يا ابني افتح المايك وجاي. يا أحمد تفضلي يا مي. Okay. Every night new stars appear from west east. تمام، كل ليلة في new stars، نجوم جديدة بتبدأ تظهر from west. يلا يا يوسف. Okay. Jupiter revolves around the sun in a oval orbit. تمام، جوبيتر ريفولفز اراوند ذا سان ان اوفل، او ممكن نقول الليبتيكال اوربت او اوفل اوربت، الاثنين. تمام، طيب يلا يا محمد ناصر. اوكي، جبريل. جروب. مش انا بدخل مع اللابتوب، ينفع حضرتك تبقى ليني بس عشان مش عارف اشوف من على التليفون.
طيب what happens if a group of stars form a pattern or look like a certain shape in the sky؟ ايه اللي هيحصل لو مجموعة من الستارز كونت لي شكل معين في السماء؟ زي ما it make it will make a constellation. constellation. تمام، it will make a constellation، هتعمل كوكبة أو هتعمل شكل معين في السماء. تمام، شكرا يا محمد. يلا يا أحمد، يا أحمد افتح المايك يا أحمد. ممكن يكون عنده النت وحش. طب يلا يا مي. Okay, the center of the solar system is vertical. ركزي. The sun. The sun, the center of solar system, نص solar system أو مركز solar system يعتبر السن. يلا يوسف. Okay. The axis of planet Earth is Orion. هي إرث صح، بس أورين غلط. يبقى vertical. تمام، the axis of planet Earth، الأكسس بتاعة كوكب الأرض تعتبر vertical. number three، the constellation that looks like a hunter، الكوكبة اللي بتبقى شبه الصياد اسمها the Orion، اللي هو Orion the hunter، اللي هو Orion الصياد. طيب يلا يا محمد ناصر. محمد ناصر، معلش يا مستر، حاضر. The constellation that looks like Hunter is called لا يا Orion. محمد، احنا في scientific term، في assessment 20. حاضر يا مستر. مش في لينك تاني اتبعت، مش عارف ليه. معلش، مش عارف انا ملخبط الكاميرا. The constellation appears in the sky as ايه اسم الكونستليشن اللي بتظهر في السماء اللي هي على شكل هانتر؟ ما هي برضو قريه. بس كده، اورين ذا هانتر. طيب يلا يلا يا احمد، يا رب تفتح المايك. يلا يا مي. Okay. An imaginary line that passes through Earth's center and its poles. ال stars. لاين، خط، لاين، لاين كده مش بنشوفه، بنتخيله بيعدي بالإيرث سنتر اند اتس بولز. انت لسه مجاوبة زيها فوق. ايه مس؟ انت لسه مجاوبة زيها فوق. الخط التخيلي يا مي اللي بيعدي بالأرض اسمه ايه؟ وايه اللي ركبتها فوق دي؟ انت جاوبتيها فوق والله، لسه مجاوباها في نمبر 2. لا مش انت، ده يوسف تقريبا، هي لسه مجاوبة يعني. ايه الخط اللي بيعدي بالأرض؟ اسمه ايه؟
الخط ده كان اسمه ايه؟ slightly اسمه اكسس. access اكسس access اسمه اكسس. The imaginary line that passes through Earth's center and its poles اسمه اكسس. يلا يوسف. type of movement during the spring of Earth around itself. Day and night. احنا خدنا نوعين من الموفمنتس يا شباب، revolution and rotation. انهي نوع بقى منهم؟ the spinning of earth around itself. هو قصده كده. روتيشن. تمام، rotation هي the spinning of earth around itself، دوران الأرض حوالين نفسها. يلا يا محمد ناصر. اوكي. What happens يا محمد؟ تمام. What happens to the appearance of the moon in the sky during its revolution around the it takes many shapes. تمام، it takes different shapes، بيبقى ليها عندها shapes مختلفة أو different phases. الاتنين صح. يلا معي. Okay, the moon has only one shape in the sky at night through the lunar months. وإيه lunar months؟ شهر الهجر، شهر القمر يعني. فوق. The moon has only one shape. طبعا false. المون بيبقى ليه different shapes، أشكال مختلفة في اللي بتبان في بيكون السكاي. عنده different shapes. تمام، شكرا يا مي. يلا يوسف. Okay. The sun appears as it moves from west to east. The sun appears as it moves falls east to west. السن يا شباب بتتحرك من الايست تو ويست، من الشرق للغرب. يلا يا محمد. Consists only one star, so true. The solar system consists only one star. طبعا solar system بتتكون من star واحد اللي هو الصن. تمام، يلا يا مي. Okay, give reason for the following. Although the moonlight at the sky, we don't consider it as a star. عشان ال sun هي بتدي ال moon ال light. ماشي ماشي تمام، بس احنا ممكن نقول إجابة أحسن، نقول إن المون can't make their own light، ما بيقدرش يعمل اللايت بتاعه بنفسه، فعشان كده we don't consider it as a star، عشان كده ما بنعتبرهوش star، ما بنعتبرهوش نجم. تمام، يلا يوسف. Okay. Full moon B. تمام، الفول مون بي. محمد. محمد.
محمد. الو محمد، معلش انا في الكمبيوتر هطلع. تمام معلش. تمام تفضل نمبر 2. يلا انا مس لا محمد. أولا تمام. سكرنت هيبقى ايه؟ نمبر ايه؟ نمبر 2، انا عايزه نيو مون نمبر 2. نيو مون ده هتبقى نمبر الأخيرة، نمبر دي. لتر دي. تمام، نيو مون القمر الجديد اللي لسه ما ظهرش هو لتر دي. يلا يلا يا مي. ايه سكريسنت؟ يعني ايه سكريسنت؟ يعني هلال. يبقى ايه؟ تمام نمبر 3. اي تفضلي يا يوسف. اوكي، هابل سبيس تلسكوب اند نمبر 4. جاليليو. جيب واس نمبر سي. تمام نمبر 4 معك. يلا يا محمد نصر. محمد ناصر. انا بطيح المايك بس عشان اشتغل بس. يا رب يا رب. سيبت يا محمد اتفضل. محمد مش عارف. يا محمد انت سامعني؟ طب يلا يا مي. اوكي هابل سبيس تلسكوب اند جاليليو بينيكولرز are used to see distant space objects in more detail. details. Details. True. تمام ترو تايم. والبينيكيولرز الاثنين دول بستخدمهم عشان اشوف بيهم الديستنت سبيس اوبجكت، الاوبجكتس اللي بتبقى بعيدة عني. يلا يوسف. اوكي، A galaxy is formed of a group of stars, planets, and gases held together by gravity. Whoa. إجابتك إيه يا يوسف؟ ما سمعتش. True. تمام تو الجالاكسي معمولة من جروب اوف ستارز وبلانيتس مسافر يعني. والجالاكسي اللي دول ماسكين في بعض بالجرافيتي. محمد ناصر. محمد ناصر نعم. يلا يا محمد نمبر 3 في الرايت رونج. هاي مصر في أسئلة أنا مش سامع. بقول لك نمبر 3 في الرايت رونج. أوكي ذا صح.
تمام. The sun provides its with thermal energy only. False. طبعا false. The sun would provide us thermal energy and light energy. يلا يا مي. Okay, give a reason for the following. The sun keeps 8 planets and more than 200 moons in fixed orbits around it. عشان يمس ضوء الحجم بتاعه، عشان ايه؟ يعني ايه اصلا تعد 8 بلانس؟ يعني لو كنا موجودين مع بعض هيكون حجمها كده. مش احنا اتكلمنا امبارح انه الصن عندها هاي ماس او بيج ايوه ماس، والحاجة اللي بيبقى عندها بيج ماس بيبقى عندها مور جرافيتي. يبقى اول حاجة نقول the sun has a big mass so it has a more او big gravity، فعشان كده it keeps the 8 planets and more than 200 moons in fixed orbits. يا أستاذ اوكي الجرافيتي بسبب الجرافيتي بتاعت الصن يا مي. يلا يوسف. اوكي هناخد درس جديد يا مس. لا مش هناخد درس جديد، لا احنا كده خلاص. ليه؟ ذا مو ما سمعتش ان انت فاهم. دي لا ايه تمام. the moon orbits around earth. المون هو اللي بيلف حوالين الارض. يلا يا محمد ناصر. يا محمد. نعم يلا يا بابا اتفضل. نمبر 2. كومبرين اكسبلين هاوسن لا نمبر دي لا سي هتبقى provide that the sun is center of it. the sun is the center of the solar system. فعلا الساينتست اللي اسمه كوبرنيكوس هو اللي proved، هو اللي برهن او اثبت انه الصن هي center of the solar system. يلا يا مي. Okay. The sun located at the center of the solar system. تمام. الصن هي اللي موجودة في center of solar system. يلا يا يوسف. The sun moved farther away from the earth. We will die because we wouldn't have thermal energy. ماشي. ممكن نقول ال earth will not have thermal energy and light energy. لا هيبقى عندها حرارة ولا هيبقى عندها ضوء. طيب يلا محمد ناصر. تمام. نمبر 2 represent the earth. Number one represent A that locate at the sun center of the solar system. sun
تمام. number one represents the sun. يلا يا مي. نمبر 2 represents ده سهل جدا. ايه تمام. number two represents earth، بتمثل الأرض. يلا يوسف. نمبر 3 represent moon that orbits in number 2. تمام. number three represents the moon. محمد. اوكي choose the correct answer. The gravity pulling force is number one. ركز يا محمد. هي نمبر 1 الصن هي الجريت. اه تمام. نمبر 1 ماشي، كنت فاكراك بتقول يعني اول اختيار. تمام. the gravitational pulling force is greater طبعا او greatest in the object number 1، بتبقى اكبر طبعا في الصن لان هي اكبر ماس. تمام. طيب باذن الله ان شاء الله يعني الاسبوع اللي جاي يوم الاحد يوم الاثنين هنخلص لحظة. تمام. وكده نبقى خلصنا المنهج. وبعد كده نبدأ بقى ان شاء الله نحل اكتر ونعمل ريفيجنز كده على كل ليسون. ومطلوب بقى منكم الاسبوع ده اي حاجة انتم مش فاهمينها في الليسونز اللي فاتت تبدأوا تحضروها عشان نراجع عليها. تمام. ايوه بس تمام. فاحنا نراجع على الليسونز بتاعتنا كده سريعا، نشوف ايه اللي احنا فاهمينه وايه اللي مش فاهمينه ونحضره عشان نشرحه المرة الجاية. طيب المرة دي مفيش هومورك، النهاردة مفيش هومورك. اشوفكم ان شاء الله.